والله شوف، استكمالا لكلام ابو اميره، فعلا نادي الفيحة نزل اليوم وعارف وش يبغى. واضح ان كل لاعب عارف الواجبات اللي عنده، حتى المدرب في تشكيلته وفي اختياره للعناصر الموجود مختار نفس، يعني زي مختار اللي يطبقون افكاره. والدليل على ذلك اللاعب نونيز الاجنبي مطلع على انه يميل للدفاع اكثر وفي تنظيم اللعب، انزل احمد بن مسعود لسرعته في نقل الكره للمنافس. لذلك واضح جدا ان مدرب الفيحة فعلا محترم نادي الوحده، والدليل على ذلك انه كبل مفاتيح الوحده اللي هو التون وجوستافو، اضطر بعدها اللي هو كارينيو لاخراجهم. هو اشتغل على المرتدات وانه يحقق هدف، بس اهم شيء ما يدخل في هدف. اضافه الى ذلك التوفيق اللي حصل لعامر شفيع اللي بصراحه يعني كان مبدع جدا جدا، برضه الجدعاني فعلا اللي غلطته بهدف. في بعض الحراس الحين يغلط ممكن انك تعدل غلطته، ولكن في بعض الحراس اذا اخطا بهدف، ويبدو ان الجدعان داخل في المرحله هذه. واتمنى طبعا ان ما تاثر عليه ولا تربط بنقلته، لانه كل لاعب ممكن الاخطاء هذه تحصل له، ولكن لما بربطها مثلا في الجدعاني على انتقال نادي الهلال، اربط مثلا عنصريه من انتقال نادي النصر، اللاعب المحترف محترف. اضافه الى ما قاله حاتم لما قال فيلانوفيا، واضح ان اللاعب هذا بس لما خف الضغط عليه. ترى انت لما تلعب قد مع فريق جماهيري وفي ضغوطات اعلاميه وفي ضغوطات جماهيريه، تختلف عن فريق يعني ما عليه اي ضغوطات، لذلك تعطي عندك باريحيه. وبعدين زي ما قلت لك، قال مثلا او اللاعب هذا ما جاء هو جزء من المشكله، جاي هو والمشكله حاصله، لذلك هو جالس يلعب باريحيه، وهو لاعب اصلا خبير ولقى الخطه اللي تناسبه. غير شكل الفيحة لانه ما عنده واجبات دفاعيه. لا انا اقصد وجود فيلانويفا بالتاكيد مهم جدا، مهم جدا. وكان وجود روني في ذيك في فتره من الفترات كان مخليه متوهج اكثر، لان روني يخدم طريقه لعبه. روني يعني يثبت الكوره وينتظر اللاعبين ويصنع اللعب لليسار واليمين بقوته. الان ممكن خفت شوي، لذلك اصلا صارت واجبات حتى فيلانويفا يسجل الاهداف، يتقدم كثير اكثر. نادي الفيحة بصراحة يعني انا تكلمت في مباراة هناك ما كان بذاك يعني الجودة، مباراة اليوم كان اكثر من رائع. نادي الوحدة يعني ترى في تذبذب من الجولة 11، فوز خسارة فوز خسارة، اخر فوزين الاخيرة بعدين الحين رجع للخسارة. الف الف مبروك نادي الفيحة، نقاط جدا مهمة نقلتها نقلة يعني كبيرة عشان يدخل في المناطق الضعيفة. عرض لك نادي الوحدة اللي اتمنى بصراحة يعدل مساره، يتقدم اكثر، لان فريق ممتع صراحه.